سلام، اليوم جينا نديرو لورانج اون سيرو. نحكمو 1 كيلو دورانج، نرابيو لو زيست، هذاك نحيو لو زيست في نغاب. شوفو لا بقى زيست، نرابيو لورانج تاعنا بيان كوم il faut. بيان سور ابري لافوار بيان نيتوايي نحيوها سي لو فو بلو جافيل، وشلوها مليح بيان ابوندامون، شلوها مليح ما تخليو فيها حتى ريحه. بعد لو زيست هذاك حطوه دون دي بتي باك، هكا دي بتي ريسيبيون هكا، باش هكا ما يعذبكمش. نحطوهم في الكونجيلاتور، كل طرف نحطوه وحده ونحطوه في الكونجيلاتور. كي نسحقو لو زيست، عندنا زيست بروبر و بري يوتيليزي. نحكمو لورانج تاعنا هذيك تكون ملحمه، هذيك لورانج الكبيره الملحمه. بعد ما نحيولها لو زيست، ما نحيولهاش لابو تاعها، اوف هذاك لا شير نقول البيضه، ما تنحيوهاش. حطوها في ماعون يكون عنده ان فون اي بي. على الكيلو نحطو لترين ماء، نحطوها فوق النار طيب، ونعصوها با بلوس دو 15 مينوت. بعد نحكمو نخرجوها كي طيب ابخي 15 مينوت، نحطوها تبرد شويه، ومن بعد نقطعوها. انتوما قطعوها كيما حبيتو، اون ترونش ولا اون بتي مورسو كيما درت انا هكذا. ومن بعد واش نديرو؟ نحكمو هذاك الماء اللي طابت فيه، نديرو 3 ميزور. لكن حبيتو تيتيليزيو هذاك الماء، سينو ديرو اون اوتر او. انا حبيت نستعمل الماء هذا، ونحط على الكيلو، نحط 3 ميزور تاع ماء، 750 غرام دو سكر. لو سكر يبقى حسب الذوق، هو نورمالمون 1 كيلو، بصح انا نقص دائما لا كونفيتور. نرجعوا هاد لو سيرو تاعنا بلي مورسو دورانج يطيبو، با بلوس دو 20 مينوت. انا تكلحت خليتها مطابولي بلوس دو 20 مينوت دابولي، بصح نتوما با بلوس دو 20 مينوت. وكونترولي سي لو فو لو سيرو تاعكم، حطوا في بتيت سوكوب ولا بور لو بلان ترافاي اون مار، وديروا بيد بصبعكم بركا، ويبان لكم بلي سي ديفوني ان سيرو. جانسيست سور لا كويسون با بلوس دو 20 مينوت، باش ما طيح لكمش لا ترونش، تبقى كامله كيما راهي. فوالا، هاو ديك لو سيرو لورانج تاعنا ان سيرو طابت للمناسبات، للاعياد تقدروا تاكلوها. انا حنا درنا نديرها ناكلوها هكا نورمال. فوالا، جانسيست سور لا كويسون 20 مينوت با بلوس. نتمنى لكم شهية طيبة، مع السلامة، إلى الملتقى إن شاء الله. جيسبر تجربوها.